يبقى لو احنا ريحنا وحشين ينفوها مرة واحدة. ريحنا لغمها وموتنا الناس دي فيها. احنا في كارثة والله، ينفوها اقسم مرة بالله واحدة. احنا في كارثة والله. كمان مرة احنا في كارثة، 7 ساعات مش عارفين نطلعوا الناس، مفيش حكومة مفيش جيش. ده في الأول كل بقى اللي لو بسمعه انا انت في التلفزيون في القناة المصرية قالوا علينا بلطجية بعد ما طلعنا جثث أهالينا. قالوا علينا بلطجية، والناس صحابة شباب الشارع واقفين لنا بسكاكين وبسيوف مش مخلينا عارفين نطلع الجثث، واحنا اللي مطلعين الجثث، احنا شباب المنطقة اللي مطلع الجثث. حصل انا واحد من الناس الزعر اللي كنا عايشين، زعقت مع ظباط وعساكر واتضريت في اهل بيتي. انا اهل بيتي وقعوا وسقتوا واتضريت فيهم بسبب الحكومة، والله العظيم بسبب الصحافة مش عايزين يدخلوا الصحافة. يعني مش من الاول ما كانوش عايزين يدخلوا الصحافه، احنا اللي كنا العراك اللي كان بيحصل بسبب الصحافه تخش، عشان عايزين الجيش كنا مش عايز يدخل الصحافه عافيه، عشان انتوا اللي هتطلعوا صوتنا وهتطلعوا للناس. يعني هقول حضرتك، ما فين المعدات اللي كانت بتشيل مع من اللوادر والحاجات اللي كانت بتشيل الرد من الارض؟ كله ماشي بقى لنا 3 ايام شغالين بايدينا كاهالي، والحاجه اللي جت المعدات اللي جت في معدات احنا اللي جايبينها، هم ما كانوش جايبين حاجه غير الحفار. شركه عثمان بعتت لنا 3 لوادر اشتغلوا معانا يومين ومشوا. جابت الرقبه مين؟ زي ما يكون انا مصاص اتكسر. حالي ما اتكلمش في اي حاجه لسه. لسه ولا شفنا اي حد من الحال يجي يبص ويمشي، خايف يخش الشارع. المحافظ جه عمل نفسه مسرق عليه في شارع النصر وما رضاش يخش. مدير الامن جاب نكلموه قال لك ما تتهدى على دماغ صحابك. كانوا بيعاملوا ولا عايزين صحافه ولا عايزين مكتب، امال مش عايزين صحافه ليه؟ خدوا المعدات كانوا هيدوسوا على الناس عشان يمشوا من هنا. ويوم الراجل الميت لما طلع بنطلبه منه اسعاف راح ضرب علينا نار. ضرب علينا نار عشان الضابط بتاع الجيش ضرب عشان حطوه في عربيه الجيب. بيقول له انت تصرف، يعني انت معاك عربيه معاك اله تصرف بيها، راح ضرب علينا النار. يعني دلوقتي لا قدر الله اي واحده تتعب في بيت ولا مطافي ولا بيت حاجه يولع، عربيه اسعاف ولا مطافي تخش ازاي؟ يعني نفس الكارثه بتتكرر بس بطريقه ثانيه. احنا 3 ايام طلعنا فيهم 27 قتيل اللي احنا كنا قاعدين فيهم بندوروا فيهم بايدينا، شباب المنطقه كلها. تعرف حد فيهم؟ ايوه، كريم صاحبي ابن اخت عم السيد اللي مراته توفت الله يرحمها، واخويا وناس ياما حضرتك من الشارع، وسامح وناس ياما حضرتك، وعم محمد وشباب المنطقه كلها، اهل المنطقه كل اللي كان الارض دي عايزين نخربوا الشارع. هو كان بيعمل اللي هو عاوزه، يقول لك ما حدش يقدر يتكلم معاه، نظام عفوي. هي مش باينه ها؟ اساسا نجار مسلح بس مبطلها بقالي 7 سنين من الحراميه اللي شغالين فيها. هو الحقيقه اللي عملوا الحقيقه بس يجوا ياخدوا فلوس وياكلوا ويشربوا الزبادي الخلاط ويشربوا النسكافيه وياخدوا بعضهم يتوكلوا على الله. ادي اللي الحي بيعمل. ده في واحد كان بيجي لهم الحي من كده. فين بقى الحي؟ يعني احنا كنا بنشوف العماره بتطلع في 3 سنين وفي 4 سنين. من بعد الثوره اتفاجئنا بعماره 3 شهور تلاقي عماره بقت برج 24 دور و25 دور بدور. اول مره نشوف البنا دوت الماده والكلام ده، والماده دي مالهاش عمر. شوف كام بيت اتضرم ها عشان خاطر بيت مبني من غير اساس. بص كام بيت اتضرم. ما تحصل كارثه ونصيبه تانية، يعني هم مستنيين واحد نصيبه تانية ومراته توفت. يجوا يشوفوا البيوت اللي هي مشرخه دي واللي مكسره عشان ما يستنوش لما تحصل مصيبه تانية ونطلعوا لحمه من تحت التراب يقعد 3 4 ايام لما يقفل. حرام، ما فيش ربنا. زي ما حصل يا استاذ والله العظيم. انا كان عارف عبد السيد ده راجل من الناس، اخته وبنت اخته ومرات عمه طالعينه من تحت الرديم حاضنين بعض على سريره. ده لما يشوف ده منظر زي ده، ولا ابن اخته لما يشوف منظر امه واخته طالعين حاضنين بعض وميتين، ده منظر مين اللي هيسوى؟ يقول لك هندي بني ادم 10,000 مليم ولا كنوز ولا عايزين فلوسكم ولا عايزين ملايين الدنيا. ده هو اتراحى من اللي انت شايفه المفروض يحصل. اللي انا شايفه اللي المفروض يحصل اللي هم صراحه يجوا ينزلوا لنا البيوت القديمه دي، ولا يشوفوا البيوت اللي عايزه تترمم تترمم يرمموها برضه، ويشوفوا الناس ديت يقعدوها. يعني احنا صراحه احنا مش هنمشي من هنا، هنا شغلنا واهلنا ومتربين هنا ومولودين هنا وعيشتنا كلها هنا. لو طلعنا بره هنا نموت، ما نعرفش حاجه غير هنا. هو ادونا 26 ولا المجزر ولا هنروح نعملوا ايه؟ هنشتغلوا ايه؟ نعرفوا ايه؟ احنا هنغير صنعتنا اللي هنا.